السلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك مالح كيجي رائع، كيجي غزال وساهل في الطريقه ديال التحضير، وحتى المقادير كنظن انها متوفره في كل بيت. يعني ملي غتجربوه ان شاء الله غادي يصدق معكم من اول تجربه. كيجي غزال هكا الكوتي ملي يجيو الوليدات من المدرسه، اولا تقدروا ترافقوه مثلا مع حريره اولا صوبه، مهم اللي متوفر عندكم ومغذي، في عناصر مغذيه. كيجي هشيش، نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوه كيفاش كيجي، يعني يستحسن نخليوه حتى يبرد عليه باش قطعوه. كيجي فيه دوك الطريفات ديال الطون ديال الزيتون خضار، اللي عنده الزيتون كحل يقدر يديرو فيه كيعطيه داك المنظر. انا توفر عندي غير زيتون خضار، داكشي علاش درتو داك الطون وداك المعدنوس مقطع حتى كيبان فيه. وكيجي اللون ديالو هكا محمر وغزال رائع وناجح 100% من اول تجربه. كنتمنى انكم تجربوه وانكم انه يعجبكم. بلا ما نطول عليكم ننتقلوا للطريقه والمقادير ديال التحضير ديال هذا الكيك المالح. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 2 كيسان ونص ديال العنبه، حتى 3 الكيسان على حسب نوع الدقيق. كاين دقيق اللي تيشرب دغيا، كاين دقيق اللي لا، من النوع الممتاز دقيق ابيض. كنغربلو باش ما يبقاوش فيه دوك الحبيبات، يعني غربلو 3 الكيسان وشوفوا نتوما القياس اللي غادي يهز لكم. واحد العلبه تاع 2 صغار ديال الطون بعد ما كنصفيو منه الزيت. زيتون اخضر مقطع اولا اللي متوفر عنده زيتون اسود يديرو، متوفر عندي زيتون اخضر. الفرماج، انا هنا عندي فرماج حمر حكيته، اي فرماج عندكم متوفر هكا موتزاريلا او اي فرماج. هنا غندير من معلقه ديال سنيده كبيره حتى 2 على قبل باش تحمر ليا الكيك ديالي. هنا غناخذ واحد 4 ديال البيضه، 4 ديال البيضات، كاس نص كاس حتى الكاس لاروب ديال زيت نباتيه وزيت زيتون ممزوجين، يعني نصف كاس الكاس لاروب، كاس كبير ديال الحليب بارد، يعني بحراره المطبخ ما يكونش بارد، يعني عادي بحراره ديال المطبخ. 2 اكياس ديال الخميره كيماويه والقليل من المعدنوس مقطع هكا كيعطي فيه واحد المذاق رائع، كيعطي واحد المذاق غزال، كيتواتى مع الفرماج والزيتون والطون كيجي غزال. نبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير. هنا ما غنحتاجش طراب كهربائي، يعني غير طراب عادي. غادي نصب البيض، غادي نضيف له ديك المعلقه كبيره ديال سنيده حتى 2 معلقات لا اكثر، ممكن الاستغناء عليها. كنطرب بالطراب اليدوي، يعني التطريب تتنسجم لي دوك العناصر، يعني كنبدا بالسوائل هنايا. من بعد ما كينسجم لي البيض مع السنيده كنضيف له الزيت النباتي وزيت الزيتون، داك الخليط ديال نصف كاس حتى الكاس الا ربع. كنضيف عليهم كاس ديال الحليب كما قلت لكم بحراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد في الثلاجه، سيرتو دابا الحال سخون يعني هو تيكون دافي. بحال في ايامات الشتاء تقدروا تدفيه واحد شويه، في ايامات الحال بارد. كنطرب هاد العناصر حتى كتنسجم بيناتهم مزيان. كنضيف الدقيق كما قلت لكم من بعد ما غربلتو، قياس 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص، يعني انا ندير بالزايد واحد 3 الكيسان ونشوف عينكم ميزانكم. يعني شحال غادي، واش الدقيق تيشرب هكا السوائل اولا لا. كنبقى مستمره بشويه تنخلط دائما باستعمال طراب يدوي. كنضيف الدقيق عند الحاجه وكنستمر في التطريب حتى كتنسجم العناصر كلها.
وهنا غادي نطرب مزيان، لان ملي غنزيد العناصر الاخرى ما غاديش نبقى نطرب مزيان، يعني غادي نبقى غير كنمزج بيناتهم. اما هنا خصني نطرب داك الطحين مع الحليب ومع الزيت والبيض باش يتجانسوا مزيان. صافي، انا جاني الدقيق ديالي هو هذا القياس، يعني ما غاديش نزيد باش ما تجينيش عقده بزاف. غنزيد الفرماج المحكوك، ودائما كنمزج العناصر. كنضيف الزيتون الاخضر كما قلت لكم، اولا زيتون اسود عندكم اللي متوفر في المنزل. كنضيف الطون، انا كما قلت لكم هنا علبه تاع الجوج، تقدروا ديروا غير علبه تكتفيوا بها، يعني دائما على حساب الموجود المتوفر عندنا في البيت. وراها كتجي الصراحه مغذيه، فيها عناصر يعني هكا كلها عناصر يعني مفيده للصحه. كنضيف المعدنوس من بعد ما قطعته، كنغرب الخميره باش ما تخليليش دوك الكويرات دوك الحبيبات ديالها. صافي تنمزج حتى كتنسجم لي هاد العناصر كامله. كناخذ واحد الليمون بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق الابيض، كنفرغ فيه داك الخليط اللي عندي كامل، شي كيجي داك اللون الاخضر ديال المعدنوس. صافي كندخلو للفرن فرفاره من التحت 180 درجه. بالنسبه للفرن غازي نشعلو غير من التحت حتى كتحمر لي تماما، كطيب كنخرجها صراحه كتجي رائعه رائعه، كيجي داك اللون محمر. كنخليوها دائما حتى تبرد، عاد باش نقدموها. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله. اللي مازال ما انخرطش في القناه كنتمنى انه ينخرط فضلا وليس امرا.